ومتابعة للانتخابات البرلمانية في المرحلة الثانية والمحافظات ال 13 طبعا اللي بيتم فيها العملية الانتخابية هذا النهار أو هذا اليوم، وبدأ بالفعل طبعا من التاسعة صباحا فتح صناديق الانتخاب واستقبال المواطنين المصريين. معاكم معانا الزميل أحمد بكير من كفر الشيخ. صباح الخير يا أحمد لمتابعة الانتخابات، صباح الخير عليك. صباح الخير يا سارة، وتحية طيبة لضيفتك الكريمة المشاهدة التلفزيون المصري. تحية ليك، وعرفنا أكثر ماذا يحدث على أرض الواقع في كفر الشيخ وإقبال المواطنين وفتح صناديق الانتخابات أيضا. بالفعل في تمام الساعة التاسعة تم فتح باب اللجان هنا في محافظة كفر الشيخ. العملية انطلقت في جميع اللجان الفرعية بالتوازي في تمام الساعة التاسعة باستثناء بعض اللجان التي تأخرت لدقائق قليلة دون وجود ما يعكر صفو هذه الأجواء. منذ الساعة التاسعة وحتى هذه اللحظات ما زال الإقبال أقل من المتوسط. هناك الكثير من المواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم قبل الذهاب إلى مقر عملهم. بالفعل كانت النصف ساعة الأولى متنوعة من حيث قدوم المواطنين ومن حيث الشرائح العمرية في هذه الانتخابات. اعتدنا في هذه الانتخابات على إجراء هذه الإجراءات الاحترازية. هناك تشديد من قبل عناصر وزارة الداخلية على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامة الطبية، هذا بالإضافة إلى المستشار الخاص باللجنة الفرعية. هناك تنبيه دائم منه على عدم دخول أي مواطن دون ارتداء الكمامة الطبية. توجد بوابات للتعقيم في مدخل المدرسة التي نقف بها الآن، بالإضافة إلى جهاز لقياس درجات الحرارة. كل هذا أيضا يتم وسط تأمين كامل من عناصر وزارة الداخلية لنجاح هذه الانتخابات. نتحدث هنا في محافظة كفر الشيخ في جولة الإعادة للمرحلة الثانية، نتحدث عن كتلة تصويتية تبلغ 2,350,000 مواطن من أصل تعداد سكان يبلغ نحو 4 ملايين مواطن. هذه الانتخابات تجرى في 800 لجنة فرعية بالإضافة إلى 5 لجان عامة. هذه الانتخابات تجرى على 10 مقاعد، هناك منافسة ما بين 20 مرشحا. هذه المقاعد ال10 مقاعد موزعة على 4 دوائر انتخابية. الدائرة الأولى التي نتحدث منها الآن هي دائرة كفر الشيخ إلين والتنافس بها على 3 مقاعد انتخابية. الدائرة الثانية دائرة سيدي سالم والرياض والتنافس بها على 2 مقعدين انتخابيين. الدائرة الثالثة دائرة بيلة والحمول والتنافس بها على 2 مقعدين. والدائرة الرابعة والأخيرة دائرة دسوق والتنافس بها على 3 مقاعد، إذن هي 10 مقاعد بالتمام والكمال. التنافس بها ما بين 20 مرشحا، ال20 مرشحا 10 مرشحون منهم ينتمون للأحزاب السياسية وعشر مرشحين ينتمون إلى صحيح. المستقلين الفردي. الدوائر الانتخابية أنا عارفة طبعاً مازال الوقت مبكر جداً وعدى فقط نصف ساعة على بداية فتح صناديق الانتخابات، وهذا ليس طبعاً بمقياس، لكن قول لنا، يمكن قلت إنه في التزام بارتداء الكمامات وأيضاً في يعني مراحل عمرية متفرقة اللي أتوا للانتخاب، شايف إنه من الأكثر، الشباب أم كبار السن أم المرأة؟ قول لنا برضو، ضعنا في المشهد. حقيقة الأمر منذ المرة الماضية الجولة الثانية في محافظة كفر الشيخ كان هناك تنوع كبير ما بين الشرائح العمرية، لطالما اعتمدنا على السيدات وكبار السن في عمليات التصويت وفي الاستحقاقات الدستورية المختلفة، إلا أن الفئة العمرية ما بين 18 عام و30 عام تحتل مساحة كبيرة في عملية التصويت. لو افترضنا أن هناك 30 شخص قد دخلوا إلى اللجنة منذ الساعة التاسعة وحتى هذه اللحظات، فإن متوسط الأعمار ما بين 18 وحتى 30 عام يدخل في حيز 10 أفراد، وما بين
30 عام وال50 عام يدخل في حيز العشرة أفراد، وما بين ال50 وال70 يدخل في حيز العشر أفراد. أما عن التنوع ما بين الرجال وما بين السيدات، فإن محافظة كفر الشيخ تتميز دائما بالتوازن في هذه النقطة تحديدا. هناك توافد من الرجال والسيدات سواء الشباب أو كبار السن، ولذلك هي عملية متنوعة نظرا لأهمية هذه الانتخابات بالنسبة لمواطني محافظة كفر الشيخ. تمام، بشكرك جدا زميل أحمد بكير من كفر الشيخ على هذا الإيضاح. شكرا، ونكون متابع معاك في خلال اليوم. بشكرك.